اهلا بيكم. النهارده هنتكلم في درسنا عن حرب اكتوبر، ملحمه العبور 1973 ميلادي. حرب اكتوبر غيرت من تاريخ مصر ونظره العالم اتجاه مصر. حرب اكتوبر كانت اتعملت بعد هزيمة المصريين في يونيو 1967. ما استسلمش المصريين، بل ازداد ابنائها عزيمة واصرار، وكان عليها الاستفادة من دروس الهزيمة. فقامت بإعادة تنظيم التسليح وتدريب قواتها المسلحة وفق أسس متينة وتخطيط على دقيق، من أجل استعادة مصر أراضيها التي استولت عليها إسرائيل والتي تمثلش بجزيرة سيناء والضفة الشرقية لقناة السويس وهضبة الجولان السورية والضفة الغربية لنهر الأردن بما فيها القدس الشرقية. كل دي إسرائيل كانت محتلها. مصر كانت قبل أكتوبر من 1967 قبل حرب اكتوبر 1973 حرب الاستنزاف اللي استطاع فيها الجيش المصري انه يلقن العدو الاسرائيلي درس قوي، وكان من ابرز شهداء حرب الاستنزاف الفريق اول عبد المنعم اللي استشهد وسط قواته على خط الجبهه ضريبا اروع الامثله في الدفاع عن الوطن. ولما اسرائيل قامت سلسله من التحصينات العسكريه المنيعه علشان الجبهه المصريه ما تقدرش تعدي اسرائيل، كانت التحصينات زي خط بارليف والساتر الترابي وكان معمول من التراب. ولجأت اسرائيل ان الدول تعمل ما بين مصر واسرائيل مفاوضات، والعمل مفاوضات وزير الخارجية بتاع الولايات المتحدة الامريكية لوصول لتسوية سلمية. لكن اسرائيل رفضت جميع المفاوضات ورفضت الانسحاب، وقررت القيادة المصرية والسورية وبعض الدول العربية انها تبدأ الحرب، اللجوء للحرب. وشرعت مصر وسوريا في اعادة بناء قوتها المسلحة واعادة تخطيط الحرب. طيب ايه هي اسباب حرب اكتوبر 1973؟ اول حاجة رفض اسرائيل المفاوضات التسوية السلمية واستمرار احتلال الاراضي العربية. تاني حاجة عشان يحرروا الأراضي العربية اللي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 1967 وإزالة أثر العدو. تالت حاجة إنهاء حالة الحرب ولا سلم التي رفضت المنطقة. رابع حاجة رد كرامة الجندي المصري والعربي. خامس حاجة إلاحة الملاحة لقناة السويس. طب إيه هي أحداث حرب اكتوبر؟ اول حاجة في الساعة 2 بعد الظهر يوم 6 اكتوبر 1973 بدأ القتال على جبهتين المصرية والسورية لاسرائيل، وتمكن قواتنا المسلحة من تدمير مواقع العدو في سيناء وعمل له خسائر جسيمة مما أربك صفوف العدو وأفقدوا السيطرة على القوات. ومضطرت مصر القتال من 10 ل 13 أكتوبر 1973 ميلاديا. بطلت الحرب من 10 ل 13 أكتوبر. مصر استغلت الفترة دي في إعادة تنظيم صفوفها، بينما إسرائيل استغلتها في تلقي الإمدادات الأمريكية للتعويض اللي فقدته. استنفذ مصر القتال يوم 14 اكتوبر 1973 تخفيف الضغط الاسرائيلي على سوريا، ونجحت فعلا مصر في كده. وعبر قناة السويس عند منطقة الدفرسوار بيسمى الصخرة. طيب هو ايه الصخرة دي؟ محاولة اختراق من القوات الاسرائيلية للقوات المصرية محاصرتها عند منطقة الدفرسوار. بعد كده حاصرت بعض قوات الجيش المصري القوات المصرية حاصرت القوات الإسرائيلية في الثغرة ودمرت العديد من دبابات إسرائيل. واستمر الوضع لغاية يوم 21 أكتوبر 1973 ميلاديا.
استمر الحال لغاية كده لغاية ما دخلت الدول الكبرى واصدرت قرار بمجلس الأمن رقم 338، وهو وقف إطلاق النار وافقت كل من مصر وإسرائيل عليه. مصر وإسرائيل وافقوا، لكن مصر التزمت، أما إسرائيل لم تلتزم بقرار وقوف إطلاق النار. بعد كده حاولت مصر اقتحام مدينة السويس لكنها فشلت بفضل تعاون الشعب مع القوات المسلحة. إسرائيل حاولت لكن فشلت بسبب تعاون الشعب مع القوات المسلحة. ومجلس الأمن أصدر قرار تاني رقم 340 يوم 25 أكتوبر 1973 ميلادي، وقف إطلاق النار وجميع الأعمال الحربية بين الطرفين، وإن القوات المحاربة تعود لمكانة عليه يوم 22 أكتوبر، وإنشاء قوة دولية للمراقبة. وانتهت الحرب يوم 28 أكتوبر 1973، واجتمع الفريق المصري والإسرائيلي لبدء مباحثات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 340. بعد كده مصر استردت أراضيها، لكن احنا عاوزين نعرف ايه العوامل اللي ساعدت على نجاح حرب اكتوبر. نبدأ نعرف العوامل. اول حاجة الخداع الاستراتيجي، تاني حاجة العقيدة القتالي، تالت حاجة التدريب المستمر، رابع حاجة التعاون العربي، خامس حاجة السرية التمام، وسادس حاجة قوة الإيمان. دي هي عوامل نجاح حرب اكتوبر. اول حاجة الخداع الاستراتيجي، يعني ان مصر كان ليها فن القيادة والقوة انها تخدع اسرائيل. تاني حاجة كان فيها عقيدة قتالية لدى الجنود المصريين. تالت حاجة كان في التدريب المستمر، وانهم ما كانوش بيقعدوا، لا ده كان في تدريب علشان مصر ترجع تسترد اراضيها. رابع حاجة التعاون العربي، ان الدول العربية زي سوريا بدأت تساعد مصر. خامس حاجة السرية التامة، ان كان في سرية ما فيش اي خبر يطلع من برا مصر. سادس حاجة قوة الايمان، وان كان لدى الجند المصري ايمان بان مصر هترجع تسترد اراضيها. من تاني نتائج حرب اكتوبر. نتائج حرب اكتوبر هي ان مصر غيرت من استراتيجيات الحروب في العالم، وان العالم نظر لمصر والمصريين والجندي المصري نظرة غير النظرة السابقة، وان مصر كسرت حاجز الخوف واستعاد الشعب المصري ثقته بنفسه، وكمان القضاء على اسطورة التفوق المطلق للجيش الاسرائيلي، الجيش الذي لا يقهر، وكمان استعادت مصر دورها الرائد في المنطقة العربية وزعامة مصر العالم العربي، وعدد الملاحة بقناة السويس تحت السيادة المصرية قامنا في يونيو 1975، وكانت كمان من نتائج انتصار القوات المسلحة على القوات الإسرائيلية في الحرب 1973، توقيع مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل في مارس 1979، واستعادت مصر أراضيها المحتلة عن طريق المفاوضات. كده احنا عرفنا الدرس، وعرفنا أحوال مصر قبل حرب اكتوبر، وعرفنا
كمان ازاي مصر نجحت حرب اكتوبر، وازاي الدول العربية ساعدت مصر اثناء الحرب. نيجي بعد كده عند تدريب. اول سؤال بيقول اكمل قامت اسرائيل عدة تحصينات منها. اول حاجة خط بارليف والساتر التربي. تاني حاجة من اسباب قيام حرب اكتوبر 1973 اقول اول حاجة من اسباب قيام حرب اكتوبر هي اول حاجة كرامة رد كرامة الكونتي المصري، وتاني حاجة تحرير الاراضي العربية المحتلة. طيب من نتائج حرب اكتوبر 1973، اول حاجة كسر حاجز الخوف، تاني حاجة تغير نظرة العالم لدى المصري. كده نكون خلصنا درسنا، وقابلكم في درس جديد وشكرا.